طبعا ايه رايه مع لجنه التخطيط في النادي. اوكي، طبعا كلنا متابعين المشكله اللي موجوده ما بين سيمبا والمريخ. المريخ السوداني بيتهم سيمبا التنزاني بالتلاعب في نتائج التحليل بتاعت كورونا، واتفتح تحقيق في القصه دي. لو ثبت من التحقيق ان سيمبا تلاعب فعلا في النتائج بتاع التحليل كورونا في لقاء المريخ، هيتم استبعاد سيمبا من البطولة. ولو تم استبعاد سيمبا من البطولة، يبقى يا سعد النادي الاهلي يهناه، خلاص كده بقى هو على قمة الترتيب برصيد 7 نقط، فيتا كلاب 4 نقط، المريخ السوداني 0 نقاط، وبالتالي خلاص المباراة اللي فاضلة للنادي الاهلي اعتقد يعني هتبقى تحصيل ايه حاصل، ويبقى كده النادي الاهلي وصل لدور الايه الثمانية من دوري الايه من دوري المجموعات. الخبر الحلو اللي انا عاوزه برضو اقوله لجمهور النادي الاهلي، ان خلاص يعني علي معلول طبيب المنتخب التونسي طمن علي وطمن جمهور النادي الاهلي وجمهور التونسي طبعا بصفته طبعا لعيب في منتخب تونس، قال لك ان الراجل يعني في تحسن كبير جدا من الاصابه، وحدد له ميعاد بالفعل انه يرجع فيه، وقال لك ان علي معلول هو صاحب القرار الاخير في رجوعه، لان هو اللي بيحس بالاصابه، وانه مهم جدا 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 ان في قراره ده لما يرجع يبقى مطمن بنسبه 1000000% انه خلاص اصابته بقت سليمه علشان ما تتجددش تاني. طبعا الراجل اكد على ان هناك تواصل مستمر ما بينه وما بين الاداره الطبيه في النادي الاهلي الدكتور احمد ابو عبله فيما يخص اي حاجه من المستجدات. فان شاء الله باذن الله نتمنى لمعلول الشفاء، وانه يرجع يعني ايه يمتع جمهور النادي الاهلي ويمتع جمهور مصر بادائه الحقيقه رائع ورائع جدا. طبعا انتوا عارفين الثلاثه لعيبه اللي طالعين مع رامز جلال في رمضان، عارفينهم ولا اقولهم لكم؟ عارفينهم ولا اقولهم لكم؟ لؤي مش عارف، عارفهم؟ مش عارف. طب لؤي مش عارف، طب حد عارفهم هنا يا رجاله؟ الواد تمام طبور بيجيب التايهه، احمد فاروق قال لك قفشه، ادي واحد احمد الله قال، عزه جابر بتقول لي قول حاضر، احمد فاروق بيقول لك قفشه قفشه ماشي قفشه، ومحمد هاني تمام ماشي قفشه ومحمد هاني وجنش ومروان محسن بالظبط كده، جنش ومحمد هاني ايوه وليد وهبي بيقول لي قول والنبي حبيب قلبي والنبي حاضر حاضر انا الاثنين تمام اوكي دول اللي ما انا خلاص قايله له قلت ماشي الثلاثه لعيبه من النادي الاهلي هيبقى قفشه ومروان محسن ومحمد هاني ومعاهم جنش من الزمالك، دول المؤكدين حتى الان دول خلاص، والثلاثه دول طبعا يعني خدوا اذن من اداره النادي الاهلي ورمضان صبحي تعليمات من تركيا ورمضان صبحي طبعا اوكي خدوا اذن للمشاركه في برنامج رامز جلال، واللي هيعلن طبعا في خلال شهر رمضان القادم. اوكي هيثم صلاح مساء الفل منورنا طبعا هيثوما. جريدة كاف روتر اللي هي كلها رهدي معلش انا اسف يعني السودانية، حالة من التوتر والتذمر، حتى برضو توتر وتذمر ما فيش مشكلة، سادت وسط لا بيحرجوني يعني بيحرجوني في الاخبار عادي، مع اني بحاول انقي بس مش يعني مش عايزة تيجي معايا، استحملوني اوكي استحمل اضحك اعلم براحتك. قال لك لعيبه المريخ السوداني ماشي، لعيبه المريخ السوداني
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. بيعيطوا ليه يا عم؟ بيعيطوا حاله من التذمر بسبب عدم حصولهم على مرتباتهم من مجلس اداره نادي المريخ قبل مواجهه النادي الاهلي الايه القادمه. الازمات يعني ازمات ايه في وسط المريخ قبل لقاء النادي الاهلي الايه القادم. اوكي، اتجاه ماشي. ماشي اوكي. اتجاه عند مصطفى شوبير بعد كمية الانتقادات الموجهة إليه وموجهة لشوقي غريب في المنتخب الأولمبي، بيفكر إن هو يعتذر عن الانضمام للمنتخب الأولمبي. ده مين؟ ده مصطفى شوبير. فطبعا يعني ما تمناش حاجة زي كده، يعني ما تمناش حاجة زي كده لسبب بسيط. يعني الولد بيدفع فاتورة أبوه، ماشي؟ الولد بيدفع فاتورة أبوه، ودي في حد ذاتها يعني ظلم ليه، ظلم ليه. ما هو انا عزه جبر بتقول لي ما تشغلش بالك بالتعليقات، ما هو انا لازم كل شويه كده ابص على التعليقات علشان اشوف حد فيكو كاتب حاجه، حد فيكو عاوز يقول حاجه، حد فيكو بيسأل سؤال. يعني لو ما شغلتش بالي من التعليقات يعني ماشي، يعني فغصب عني لازم ببص كده على التعليقات احتراما ليكم وتواصلا ايه معاكم، تمام؟ اكون بقى ان حد سخيف بيخش بيرمي بتاع كده ومش عارف ايه، بعمل له ديليت وخلاص. يعني هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ غصب عننا يعني، ده قدرنا في الشغل وخلاص يعني، الحمد لله. ماشي؟ ماشي اوكي. طيب نتكلم بس على مصطفى شوبير الاول عشان انا قلبي بيوجعني من الحاجات دي وضميري كمان، يعني ايه وضميري كمان ليه؟ لان زي ما انا قلت لحضراتكم كده، الولد بيدفع فاتورة مش بتاعته. الناس اللي بيحبوا احمد شوبير واقفين معاه، او بمعنى اصح الناس اللي ليهم مصالح مع شوبير واقفين معاه، او بمعنى اكتر حقيقة يعني الناس اللي عاوزة يبقى ليها مصالح مع شوبير بيقفوا معاه، وكل من ضد شوبير بيخبط في الواد، كل من ضد شوبير بيخبط في الواد. فالواد هنا ما بيلعبش كورة بس، لا، الواد هنا بيلعب كورة وبيسدد فواتير، بيلعب كورة وبيسدد ايه فواتير. ووجهة النظر والرأي العام اللي عليه ما هياش كورة 100%، ما هياش كورة 100%. وعشان في وسط الجو ده بقى تقدر تحسب الوقت، تقدر تحكم عليه فنيا وتغمي عينك وودنك عن اي انتقادات تانية خارجية، صعبة مش سهلة، صعبة مش سهلة. ف يعني الله يكون في عون مصطفى، مش الله يكون في عون شوبير. شوبير كبير يعني، متعود على الايه المعارك، خد 390 الف معركة في حياته، فما هياش قضية بالنسبة له يعني، يعني عظمته ناشفة بمعنى اصح. انما انا مشفق جدا على مين؟ على الولد، جدا فوق ما تتخيلوا يعني، لأن الظروف والجو والشغل اللي هو بيشتغل فيها لا صعبة. وعلى فكرة من أصعب حاجة إنك تبقى ابن حد معروف أو ابن حد مشهور، تبقى لود عليك جامد أوي.